اليوم قمنا بالتدشين ديال المعمل الرقمي اللي ساهم التأمين. ولاش هذا المعمل الرقمي؟ لأن اللي لاحظنا في الشهور والسنوات الأخيرة هو أن كاين واحد التغيير جذري بالنسبة للزبناء في العالم بصفة عامة وفي المغرب بصفة خاصة، الزبناء ديال قطاع الخدمات وقطاع التأمين بصفة خاصة. الزبون من قبل كان إلا خدينا قطاع التأمين الكل اللي كيهمه هو هذاك الوثيقة ديال التأمين. اليوم الزبون تغير، ولات الحاجيات ديالو مختلفة. الزبون قبل اللي يقوم بعملية الشراء حتى كيدير واحد المقارنة في السوق كامل، ومن غير عملية الشراء جميع المراحل ديال العلاقة اللي كان بين الزبون ومزود ديالو كيخصو واحد الحاجيات خاصة به واللي منضبطة للحاجيات ديالو. اللي خدينا هنا كرقم عندنا كسهم التأمين في التأمين على السيارات، عندنا واحد 800,000 زبون. كنا نقولوا اليوم بأن عندنا 800,000 حالة خاصة، وخاص كل حالة تعطيها ذاك المنتوج والخدمة اللي بغات. أن كاين الناس في العالم القروي، كاين العالم الحضاري، كاين اللي عنده مدخول عالي، كاين اللي عنده مدخول أقل، كاين اللي صغير، كاين اللي كبير. إذا الحاجيات ماشي 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 كما كانت، وهذا التغيير الجذري وهذا السلوك الجديدة وطرق الاستعمال الجديدة ديال الزبون خلاتنا نخمو ونفكروا باش نواكبوا هذا التغيير ونجيو بحلول جديدة.